السلام عليكم. اليوم بإذن الله رايحين نديروا مشاركة للإخوة والأخوات بمناسبة انطلاقة الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019، وماذا بيا الإخوة والأخوات نعطيهم الكلمة بهي يقدروا يعطونا رأيهم في ما حدث اليوم بالنسبة لانطلاقة الحملة الانتخابية للمترشحين الخمسة. وفي نفس الوقت نطلب منكم أنكم تشاركوا هذا اللايف وتحاولوا تشاركوه قدر الإمكان لتعم الفائدة، فضلا عن ذلك حتى نستطيع أن نحافظ على هذه الصفحة اللي بقات لنا. قلت لكم أيضا عندنا قناة البيان، ياريت دعموها، ياريت دعموها، مشكورين إن شاء الله. السمعوا برك، ما تشوفوش، مش شرط تشوفوا، هاني درت لكم الالوان. يعني في حياتنا احنا في الجزائر ما هبطش المستوى نتاع الناس، وما شفناش الكلام البذيء قد ما شفناه من هذا الشرذيمة هذه. يعني عادت الدنيا كامل مستويات متدنية، يا لطيف يا لطيف يا لطيف، من هاد الناس هادوما يعني ما كانهم والله ما في الجزائر، سبحان الله. لا لا يا المالك، لا اكيد، يعني انا مش حنعاير ناس الجنوب، انما انا كنت ندافع ليهم وقلت باللي هادو ناس الجنوب قراو تعبوا وداروا شهادات وحرموا من تولي المناصب والوظائف، وداو لهم المناصب والوظائف، داو لهم الشرديمة طبعا. فتلقى الواحد حامل شهادة جامعية، وتلقى حتى انجينيور حتى في البترول، لكنه تلقاه يبيع في الشاي، فعلاه يبيع الشاي باش ما يبقاش بطال. لكن طبعا كاين هذه وحده السيده مطلقه واسمها عبله، هي من ورقله من تقرت نظن، فباطله شقه، ما عندها، ما مش ناجحه في حياتها الزوجيه، وزيده مش ما عندهاش وزن، ما عندهاش شخصيه، ما عندهاش حزب، ما عندهاش ما يوالو، مجرد مضفه بسيطه لتما. حبت تدير الباز بيها، حبت تزيد تكبر وتتعرف، وهي من الناس جماعته، هي من جماعه البريد المركزي، جماعه يتنحاو كاع، جماعه لا للانتخابات، ضد القايد صالح. فطبعا هي من اتباع لزواف، وحبت تدير قضيه من الحكايه هذه، وحبت تقول بلي انا راني نعاير في ناس الجنوب ببيع الشاي. فطبعا كلام واضح اني انا مش نعاير فيهم، انا قاعده نبكي لحالهم وغاضوني، وما قالوا لها قولينا تقول، بلا ما يقولوا لها، لان هي اصلا هي زوافيه، يعني هي من اتباع الزواف، وهي من الدوله العميقه، يعني من العناصر البسيطه تاع الدوله العميقه. فانا واش نقول للعبله هذه؟ نقول لها يا بنتي روحي ديري بيت، ديري، حاولت، طبعا هي حاولت باش دير بيت ما نجحتش، حاولت باش دير مجموعه تبعها وتكون عندها اتباع، فما نجحتش. وزيد تقول نتحداك، تقولي لي انا نتحداك روحي للبريد المركزي. انا ما نجيش للبريد المركزي، لان البريد المركزي خليناه لكم، ليكم، خليناهم للشرديمه. وتاني ما تقدريش تتحديني، لانه ما كاش مقارنه، وجه مقارنه بيني وبينك. انا يا راني
سيدة مجتمع، وراني رئيسة حزب ونائب في البرلمان، وعندي أتباع بالملايين، وانتي علاش تقارني روحك بيا يا بنتي؟ ما عندك حتى علاه. خلاص يعني هذه برك فتحت القوس برك باش باه نوضح لإخواني، يعني وهذا احترام للناس الجبون جنوب فقط، لو كان ماشي احترام ليهم برك، لأنه الناس اللي غالب عليها وهادو الناس راهم يستعملوا في صفحات كبيرة ذات مشاهدة عالية، وهاد اللي يستعملوا فيهم يحطوا في الفيديو تاعهم، هي واحد الطفل تاني يدخل راح للصحراء ويهضر كلام ما عنده حتى معنى. فلهذا انا باش نخفف شوية على خوتنا وما يصدقوش الكلام هذا المغرض، ونقول لهذه المخلوقة هذه عاونوها، لان المرأة كي تعود عندها نقص وعندها حياة فراغ في حياتها، وخصوصا هي في هذا السن، يعني تولي كي مكلوبة هكا ما تعرف لهاش، كاين اللي ما يفاش عليهم ربي، يعني كاين حايد اللي حامدين ربي وحاكمين في ربي، وكاين اللي تلقاهم في هيجان كبير، وهذاك الهيجان يخليهم ينقضوا على الناس بالظلم وبالافتراء. فنقول لك يا عبلة اتقي الله وروحي ديري عمرك العمر ويجري، روحي شوفي واحد يسترك ان شاء الله، وديري بيت وديري وليدات، وتعاودي تبني حياتك بعد ما تكسرت حياتك الاولى، وما تقيسيش الناس، يعني ما تقيسيش الناس بالظلم باش ربي يفرج عليك. هذا واش نحب نقول لك. يا ولدي واش اللي تشيت حتى بوتفليقة حتى كنت حاب تشيت له، امر مش في يده، راه هو يعبد في عبد لي زواف وبدلهم الجزائر كل. شكرا صلاح. صلاح لا 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 لا، مش عيب انك تبيع الشاي، العيب انك عندك حق انك تكون موظف في احد الشركات الجزائرية ويديو لك حقك لزواف وانت تروح تبيع الشاي. العيب مش في انك انت اللي بعت الشاي، العيب في اللي خلاك تبيع الشاي وانت تقدر تدير حاجة اكثر من هكاك، كأن تكون موظف في سوناتراك ولا في شركة من الشركات الجزائرية وانتم اصحاب، يعني اصلا الشركات هذيك تكونت بالمال اللي موجود في الارض تاع الصحراء. لا ما تقدرش تكون، يعني احنا ذكرتها برك بهكا نحي لبس على الناس، لانه وحده كي تعود فحله وتكون مراه رزينه وكامل، ما تتبعش لي زواف، ما تتبعش الناس اللي سرقوا البترول تاع الشعب الجزائري، ما تتهجمش على اللي تدافع على المنطقة أبناء المنطقة تاعها، هذا هو الفحالة. الله غير وش بيهم الدلالات اللي في الحمام ياكلوا في الخبز مساكن، وش دلالة في الحمام تلقاها تكيس وتنظف الناس ودير لهم المساج وتخدم على عرق جبينها، تحسب انت هادو الناس اللي سرقوا أموال الناس أموال الشعب ولا راحوا قراوا ما فادوش الناس، يعني خير من الحمامات اللي طيبات الحمام هاك هنا قاعد تسب في الشعب انت. فقط انا نحب نبين لكم ونفهمكم باللي باي حال من الاحوال وبربي ان شاء الله مستحيل مستحيل تقدروا توقفوا المشروع نتاعي. المشروع نتاعي هو ان الدوله النوفمبريه لازم تعاود تقوم، هذا هو. اهدروا جيبوا عبلة جيبوا
آخر ولد عمها اسمه عبلة و عنتر، جيبوا عبلة جيبوا عنتر جيبوا عمار بوزور، واحد ما يقدر يوقفني على المشروع اللي في راسي. هذه رسالة وعدت ربي عليها، وبإذن الله بإذن الله الأمور راهي انطلقت، والقطار تاع النوفمبرية انطلق، وبربي إن شاء الله راح نكونوا ناجحين. فما تكسروا راسكم، ما تعطلوا روحكم لا بعبلة لا بعنتر، راهم ما تقدروا ديروا والو. إحساسي كي نعود ندير في اللايف والسفهاء يسبوا فيا، نحس بالذنوب قاعدة تتنحى عليا، وندي في الحسنات فلا، وهما يديو في الذنوب، فهذه متعة بالنسبة ليا. ايه يا سي جلال، ما عليك غير تروح تعمر حياتها بدل ما تستب في الناس وتظلم في الناس. لا يا وليدي ما صفقنالوش حنا، والله ما صفقنالو، انا اقسم بالله عمري ما صفقت لبوتفليقة، او ربي شاهد ليلة ليلة. بالعكس انا كنت من الناس اللي كنت صريحة معاه، وكي ما تعجبنيش حاجة نعيط له نهضر له. وفي الدومي في العهدة الثالثة انا اول وحدة صارحته، قالت له ما كان لازم ترشح، راك مريض وراك ما تقدرش تكمل. قدروا ليش يا وليدي، ما يقدروا ليش يا حاسرة يا دنيا، يا قدروا ليش، انا كون شفتهم يقدروا لي لو كان راني ما نبقاش نواجه فيهم. انا ورايا معايا ربي سبحانه، انني عندي رسالة ربانية نأدي فيها. شوفوا عباد المعطوب، شوفوا الكلام تاعهم. خليكم هكا باش كاين ناس جاو قالوا لي والله هدرتي هدره وخرجت صحيحه يا مدام. بزاف نفس الناس يتصلوا بيا ويقول لي سمحينا كنا غالطين فيك، كنا مكلحين في الزواف، ما كناش عارفينهم هكا. تعريتوا بنتو على حقيقتكم. لا تخرج فيا انا، لها انا اللي ظلمتها، هي اللي كذبت عليا، بربي ان شاء الله انا اللي نخرج فيها. يا ولدي باينه، واش يجيك من عبيد المعبد، هما عبيد المعبد. هاد المخلوقه هذه من نهار بدا الحراك يتحرش في الشعب، ضد الانتخابات، ضد القايد صالح، ضد اي اصلاح، حابه تخرب البلاد وخلاص. مرا قلت لكم فيها الغابات الاشقاء، ما عندهاش اسره، ما عندهاش وليدات تربيهم، ما عندها والو، عندها ما تحب تدير مشاكل في الجزائر. هذا ما كان انا كون مثلا نهاجم انسان بحاجه وما نجحش فيها ما نبقاش نهاجم فيه بها. يعني لو كان جات حكايه قصه اللي كنت تحكوا فيها هذه كانت تقدر تحبسني كون هي حبستني، ما تقدروش، لانه انا اصلا ما عنديش حاجه يحكموني بها. احنا الحمد لله تربينا للدين والحشمه، وزدنا تحملنا مسؤوليه حب الوطن وخدمه الوطن، ونحمد ربي على كل شيء. دركا اللي ما عجبوش الحال يدير كيفنا سيتو. قلت لكم الحصة، عفوا القناة اسمها قناة البيان الجزائرية، قناة البيان الجزائرية. اليوم ما لازمنيش، حبيت نخلي البت يكون بدون صورتي، تسمعوا صوتي
انا بزاف راني تبعت اليوم حكيولنا شويه يا جماعه، عطونا رايكم في ما يخص الخرجه الاولى والانطلاقه تاع الحمله الانتخابيه تاع المترشحين الخمسه. ونبقاو دائما ناكدوا على انه لازم وضروري ضروري ضروري. مش عارفه انا رحت لي لافونيتخ نتاع واسمو راحت تاع باش نمد الكلمه. ملكية السلام عليكم، واش راك؟ نشوفك ناشطة الأيام. الحين تبقاو طول حياتكم عمركم ما تهزمونا ابدا. احنا مصرين على ان ننقذوا الجزائر ان شاء الله، ورانا فرحانين بالرجال اللي حاكمين البلاد واللي راهم حارسين على كل صغيره وكبيره. ربي يجازيهم ان شاء الله، ادعوا لهم بالخير. نشكر الإخوة والأخوات اللي ردوا على السفيهات، نشكركم بزاف بزاف، وحسستوني باللي راني عزيزة عندكم. بارك الله فيكم. أنا عارفة هذه الحقيقة، ولكن كل مرة ما زيدوا تأكدوا عليها مليح مليح. الأخ صلاح البسكري يقول أجريني أجري جري تشوف العجب في بلاد العجائب. يقول باللي برلمانية تهدد بإعلان عن حرب في البرلمان ضد الأستاذة نعيمة صالحي، أكد لي على سرقة الشخشوخة في كلامها، تقول باللي راهم سرقولها شخشوخة يعني الأجانب، وراح نجاوبها بأخطر فيديو بعد قليل. شكرا للأخ صلاح البسكري. صلاح البسكري ربي يجازيك إن شاء الله، رجاله كاينين ما يحبوش تمسخير. شكرا شكرا لصلاح البسكري، شكرا لكل الاخوه والاخوات. والان نذكرهم اللي حقيقه يعني حطوا لهم النقاط على الحروف هاد السفيهات. الأخ يونسي عبد الله عزيز قال من أين أتيتم بهذه المريضة عقليا؟ عبد الحق عرب قال بين زوافية. صبيحي سالم الهلالي نشكرك بزاف الصبيحي، قالهم قالها اللي يمس سيده صالحي بسوء راح يندم.
شكرا الاخ قدور بالهاشمي، ما كان نقول لكم اش قال. ايوه ما شاء الله ما شاء الله، لما تحس انك عندك اخوة واخوات دائما في جنبك ويدافعوا عليك، هذا اروع شيء اروع شيء، تحس انك عندك فعلا ناس من وراك. اشكر ايضا الاخوة والاخوات. عزوز بوش، عزوز بوش كتب en français، قال c'est une femme courageuse، elle a toujours défendu les Algériens، elle a toujours été contre les Zouaves، elle ne pourra jamais être contre les Algériens. merci beaucoup عزوز. بو مديان هواري، بارك الله فيك سي بو مديان، قال لعنة الله على الزواف السراقين. الله أكبر، ما هذا؟ ما دير عبركش معاه، نشوفو الحل وشي هو واش صرا هنا. اوكي انتظروا انتظروا صبرا جميلا، نكملوا. اذا بومدين هواري بارك الله فيك، ربي يجازيك ان شاء الله. الله يخليك يا سي بومدين، ربي يجازيك. مزوجي جمال، جمال يقول ربي يحفظك استاذه ويرضى عليك، يرضي عليك الوالدين ويبعد عنك كل شر وبلاء ومكروه، يرزقك الصحه والعافيه ان شاء الله. بارك الله فيك اخي الكريم، ربي يجازيك. اسمحوا لنا جماعه راح نعود نديرو الردود على الرسائل اللي تجينا، الغالب والله صدقونا رسائل كثيره، لكن يظهر لي انا راح ندير حل هذا شويه باش نطمن الناس اللي راهي تتصل بينا وتبعت لنا في تبعت لنا في في, في المعلومات نتاعها، لكن احنا ما قدرناش نجاوبوهم بكل لا ضربه نظرا للعدد الكبير، فراح نحاولوا نعودوا نجاوبوا الجماعه اللي بعثوا لنا الرسائل عن طريق لايف، هكا باش نطمئنوهم باللي راهم عند رانا لابالنا بيهم ورانا عارفين باللي وصلتنا المعلومات نتاعهم، لكن قضيه وقت فقط. معليش يعني السينيال مداير فينا حالة، والله دايرين فينا حالة يا عباد الله، شي كبير كبير. خلوكم معانا يا جماعة ما تروحوش، لأننا رانا حابينكم تبقاو. مسعود بن سبع، أمين صحراوي، هذا إنسان طيب وخدوم وما شاء الله عليه. عام غلقونا السيكسيون، غلقونا سيسيون، السيسيون غلقوها، الحساب الخاص تاعي راه مغلقوه، غلقوه للأسف، ها هو غلقوه. أنا يعني قلت لكم راهم متكتفين وعندهم أموال سرقوها أموال الشعب، ويحيى طبع لهم الدراهم وعطاهم وش حبوا، والآن راهم يحاربوا فينا بدراهمنا. هلا طولوا بالكم، نلقاو الحل إن شاء الله، نلقاو الحل بربي إن شاء الله. اوكي ما درا، نحاول ان شاء الله نحاولوا نردوا عليكم ما استطعنا، يا ربي نقدروا ان شاء الله ان شاء الله. تراه العدل والبيان اون ديريكت،
طبعا من حين لآخر قلت لكم من نجاوبكم على الرسائل اللي تبعتوها لنا. معليش نهضر لكم الصراحة شوية، اللي زاد من تاعنا شوية فنيانينا، لأنهم هما أنا نقول لهم ردوا على الناس بسرعة، الناس راهي تتقلق وهما شوية يتفننوا. يقولك بزاف الاتصالات بزاف ما لحقناش. وكل يوم يجيبوا لي اوراق معمره. فهمتش بصح جماعه اللي كان تقولوا لي كيفاه كاين مشكله هنا، هو انه لانفيتاسيون يعني لا فينيتر دانفيتاسيون بوغ انفيتي لي جون باش يتشاركوا معنا راحت لي منا الحساب، مانيش عارفة علاه. ما تخافوش، هم قاعدين يبعثوا لي في رسالة سائل هنا يقولوا لي ما تفشليش يا أستاذة وحنا رانا معاك. أبدا أنا ما نفسي مفشلش، مستحيل نفشل، تهنيين من هاد الناحية غير تهناو 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 تهناو، مش أنا اللي نفشل. عندي رسالة عمري ما نتخلى عليها، ما إنه شوفوا التحدي، شوفوا كيفاش يتحداو في المؤسسة العسكرية ومن بعد يقول كم دخلوهم للسجن ورام ظلموهم. شوفوا شوفوا مليحة، شوفوا تحدي للدستور، تحدي للمؤسسة العسكرية، تحدي لقيادة الجيش. شوفوا مليحة، ها واش ندير انا كون جيت انا رئيس الجمهورية هادو كامل نعدمهم. اي واحد يتحدى اهم مؤسسة في الدولة الجزائرية يحمد ربي اني مانيش رئيس جمهورية. ديدين ترك اللعبة الكبيرة، لابخا برك في الصفحة تاعي. نزيدو نشوفو. هنا الصوره هذه شحال نحبها، هذه كي رحت لبيتنا، ناس بيتنا لبسوا لي ملحفه تاع الشاويه ودرنا جوله، عمل جواري كان رائع جدا. طبعا هنا كما راكم تشوفوا هذا هو الشعار تاعنا، اذا كنت وطنيا حافظ على اتمام المسار الانتخابي للرئاسيات من اجل تاكيد شرعيه مؤسسات الدوله الجزائريه الاصيله. هذه كانت تشوفوا مليح، عندما العانس لا تجد خيارا تقبل بالرجل المطلق والارمله والمعدد، اما الفتاة الصغيرة التي في مقتبل العمر في مقتبل العمر لا يوجد لقب الرجل المطلق والمتزوج والارمل. نعم هذه حقيقة موجودة في مجتمعنا. من بعد اسمك استخدمي لقب امرأة عازبة وليس امرأة عانس. رجاء احترموا النساء. نحن نحترم النساء وندافع على حقوقهن. عانس هو لقب مهين لاي امرأة، نحترم النساء وندافع على حقوقهن ونعرف
ونريد أن نطرح القضايا مثل هذه القضايا، قضايا الأسرة والمرأة، بمنطقية وواقعية. لاحظوا هنا مثلا، راكم شفتوا كيفاش هنا الأستاذ المرحوم المجاهد عبد الحميد مهري اللي طردوه من جبهة التحرير. طبعا راكم على بالكم شكون اللي اخترقوا جبهة التحرير وطردوه. يقول: يحاربون عروبة الجزائر بدعوى من هناك أقليات، من أن هناك أقليات لها خصوصيات غير عربية، وغدا سيحاربون الإسلام بحجة أن هناك أقليات نصرانية ويهودية، وهكذا دواليك إلى أن تضيع كل ثوابتنا القومية والهويات التي أعلن عنها بيان أول نوفمبر. فهمتوا علاش راني نكمل في المسيرة تاع المجاهدين؟ ولهذا أنا ضد هذه الشرذمة. هذا هو الفيديو الذي أثار حفيظة أحد البرلمانيات من شلف، أنا ما أظن اسمها حليمة باش ما يغلطوش في طواهرية. هذا هو الفيديو الذي أثار حفيظتها، ما تقبلتش خلاص أنه تشوف مرأة سياسية وقيادية وناجحة وتقيم احتفالات الدينية في بيتها وتطبخ لأهلها، لأنهم والفوا بالهملة، هم والفوا بالمرأة لأنها ما تكونش ناجحة في الأسرة نتاعها، لازم تكون مرأة متشردة هاملة. هذا هو الفيديو الذي أثار حفيظة البرلمانية حلومة. مازال زيدي تشوفي فيديوهات أكثر من هك. ما شفناهاش طار الطائرة نتاعها نهار داروا حفلة تشيشناق وحنا وال وإله الماء. الله يا كريم. والله هم أحرار، احنا دافعنا عليهم، ولكن هما اللي دافع عليهم يهاجموه. ما خلاص باش الناس تاخد عبرة، ما تزيدش تدافع عليهم. الان درك فهمنا علاش حقوقهم ضاعت، لانهم في نصهم بردعين بزاف ويصدقوهم. الله يسهل على كل واحد، احنا المهم درنا الواجب نتاعنا نحوهم. دائما راهم يسالوا فيا منا، يقولوا لي على يتكلموا معايا فيما يخص، قلت فيما يخص شكون على من ينتخبوا. قلت لكم احنا هاي كل هاد السنين واحنا نوعيو فيكم ونشرحوا لكم ونقولوا لكم كيفاش تكون الامور وما هي المعايير تاع الرجال اللي يحكموا البلاد ومع من توقفوا. الان احنا ما نتدخلوش، احنا نتفرجوا نشوفوا الخيار تاع الشعب. الشعب عندك خمسة من الناس، شوف الأحسن منهم اختاروا، خليك انت تختار. دوك راهم تبعوا الخطابات نتاعهم، شوفوا البرامج نتاعهم، شوفوا الحملة الانتخابية نتاعهم، شوفوا المواقف نتاعهم واختاروا. لازم نتوما اللي تختاروا، لازم الشعب يكون سيد، ولازم واحد ما يأثر عليه، ولازم هو اللي يخير من له احسن برنامج. وتاني كاينه حاجه
قلت لكم ان لغه الجسد مهمه، ولهذا لازمكم كي يعود الانسان يهضر التمسوا الصدق في كلامه، حسوا شوفوا لغه الجسد نتاعو، شوفوا طريقه الكلام، شوفوا النوايا في الحركات، في الكلام، في مخارج الحروف، في التعبير، في درسوا الناس. لازمكم الان تعودوا انتم اصحاب القرار. معليش سنعطيكم مقاطع من قناه البيان اللي قلت لكم، قناه هايله قناه البيان هذه، لو كانت تعاونوها رايحين تعاونونا نديروا منبر في اسرع وقت ان شاء الله. مشكل ما لقيتش منين طلعهم الناس. انا حبيت زعما فتحت اللايف اليوم سبيسيالمون باه نمد الكلمه لخاوتنا، لكن مانيش عارفه وين راح. ما كانش ديروا اطلبوا تراه، حاولوا انتم ما تطلبوا الكلمه. رئيس المجلس باش نكلم النواب اللي في المجموع، مجموعة نواب الأحرار، عفوا نواب الأحزاب المتعددة يعني. فالمفروض يعني الإنسان كما كيروح يخدم في الوظيفة تاعو يعني يعمل، لازم يحضر أيضا بالنسبة للبرلمان. طيب لما ما نحضروش كيفاش حين نعرفوا الأمور كيفاش تمر، كيفاش نعرفوا نناقشوها، كيفاش نتابعوا الأمور؟ الغياب غير مبرر، أقولها وأعيدها، الغياب غير مبرر ويعتبر إهانة للشعب الذي صوت على هؤلاء الناس، لأن احنا كممثلين،
كالمحامي، المحامي لما ما يروحش للجلسة في المحكمة معناتها انه ما قامش بالواجب نتاعو. هكذاك النائب، النائب راهو يمثل، انا حنا اللي نمثلو الشعب، هاد ال 40 مليون حنا اللي نمثلوها، لما حنا نغيبو معناتها غابت 40 مليون هذيك. يعني صراحة انا شفت كذا مرة، شفت الوزير السابق طلعي، شفت فروخ البارح شفتو، هذه قناة البيان رأينا أكون فيها. تدخلوا لها تلقاو كثير من الكثير 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 من التدخلات ومن التسجيلات، ولهذا حبيتكم تعرفوا على هذه القناة. هذه هي قناة البيان الجزائرية، هذه هي قناة البيان الجزائرية، ودخلوا ليها وسجلوا لابونمون تاعكم فيها وديروا الجرس باش تجيكم كل مستجدات. للاسف مانيش عارفه كيفاش حتى ما تطلعش، كيفاش عادت ما تطلعناش هذه. شمدوا الكلمه للاخوه اخوات، عطيت لكم القناة. ثاني دوك نروح ندخل للقناة، ندير بث مباشر من القناة، فأرجو أنكم تلتحقوا بالقناة. قناة، دخلوا للقناة.
السلام عليكم. هكذا باش تشوفوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نحاول بربي